عن اتصال آخر. ألو ألو، نعم سيدي، نعم نعم، مرحبا بك. لك أنا يا عندي أرض داوها لي، بناتي فيها لوبيجي، كي كيفاش بناتي فيها لوبيجي وين هذا؟ واش خرجت لها بالعدالة تاعت لها نعم ثلاث سنين وأنا نسرع. نعم. خرجوا لي الخبير الأول الفتة، يعني هذا تاول. اسمح لي، هذا التراب تاعك رزقك. نعم ما عندك الوثائق، عندك الوثائق، عندك كل شيء. نعم ما جاو جاو مباشرة دخلوا فيه. واش داروا فيه؟ داروا فيه العمارات باقيلا؟ داروا فيه الإمارات. نعم العمارات. نعم ما من نعم. بعد خرجوا لي الخبير الأول الزاوج. نعم قبلتها أنا كما السومري دارها. نعم العدالة من بعد قالت لي، قالت لي روح الإداري ولا مانجمنت. أنا دوك أنا ثلاث سنين شرع لا غالب ما بقى فيدي والو، من بعد ما لغاو لي قالك روح للإداري. أنا لا غالب ما عنديش. ما رحتش الإداري؟ ما رحتش الإداري لا غالب ما عنديش. ماش واش حبيت؟ كلوني البوكادويات في الخبيرات. واش حبيت؟ واش حبيت نتا؟ واش حبيت؟ أنا حبيت باه يعوضوا لي أرضي. يعوضوك أرضك؟ لازم تروح للعدالة باش يعوضوك أرضك. والعدالة نولي العدالة تاعت لا. ما أنا عرفش كيفاش تولي، ولكن لازم تروح للقضاء. لأن أنا ما نعرفش القضية تاعك. نعرف بأنك تقاضي إدارة باش تقاضي الإدارة. أغلب الظن أنك تروح للقضاء الإداري، لأن القضاء الإداري هو المختص بالقضايا اللي تكون الدولة طرف فيها، بشرط أنها تكون عندها الجهة اللي تتبعها تكون عندها أهلية التقاضي، وترفع دعوى قضائية ويعينوا لك خبير، لأن أنت نزعوك الأرض في إطار المنفعة العمومية باش يديروا مشروع تاع عمارات، وما أكثر العمارات في الوقت اللي أنا فيه. يديروا لك نزع الملكية ويديروا لك خبير، الخبير يقوم لك العقار تاعك ثم يعوضوا لك على حسب الشيء هذا، ولكن ما تستناش انهم يعوضوا لك وحدهم، يعني انت في البيت وما يعيطوك يقول لك روح تدي دراهم. لا غالب ما بقاليش انا بزيد نصرف. لا غالب لا غالب ثلاث سنين نشرع. لا غالب ما قديش. واش حبيت انت دوكا؟ هذاك حبيته يعوضوا لي ديرك من الولاية ولا شوف كيديروا لي ولا ما يعوضوا لكش. لازم تروح للقضاء، لازم تروح للقضاء اذا أيوة اذا القضاء القضاء العادي يرفضك. انا ما عنديش، والله ما عندي بان خلص بوكادو. لا خلاص دوك تبع معايا. اذا القضاء العادي يرفض لك، رحت للقضاء العادي وقاضيت فيه ومشيت وكل شيء، رفضوا لك قالوا مشي للقضاء الاداري، خلاص ما عندكش حل، لازمك تروح للقضاء الاداري. القضاء الاداري راح تبدا من جديد، وراح اجراءات جديده وخبير جديد وكل شيء جديد وتقويم جديد، باش تقدر تحكم على الجهة اللي دارتك نزع الملكية بأنها تعوض لك. هذا هو الحل تاعك. إذا ما عندكش الإمكانيات هذا شيء آخر. الإدارة في الجزائر مازال ما تطورتش، مازال ما وصلت للدرجة وين هي تتصل بالمواطن ولا الشخص اللي نزعوا له الملكية المنفعة العمومية وتقول له روح دي أموالك ويديروا له تسهيلات باش يدي أمواله. إذا اتصلت بك عرب الله نعطيوك دينارات خفيفة وصغيرة لا توازي إطلاقا حجم المنفعة أو حجم الأرض اللي نحوها لك باش يديروا عليها مشروع عمومي. هذا بالنسبة لسؤالك. معنا اتصال، ينتهي وقت البرنامج بالنسبة لعدد اليوم. نلتقي إن شاء الله كالعادة وككل مرة في الأعداد القادمة. الرقم الظاهر أسفل الشاشة طريق الوصول إلى البرنامج، نحن في انتظار كل من يريد أن يصل إلى حل مشكلة قانونية، كل من يريد أن يطرح قضية قضائية أو قانونية مرحبا، كلنا أذنا صاغيا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.